موجز لأهم الأنباء من شوف تيفي، أهلا بكم. دخل الملك محمد السادس على الخط وأصدر تعليماته السامية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية لأجل التدخل لإيجاد حلول فورية لمشاكل مواطنين متضررين من مشروع سكني بالحسيمة. وأفاد البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية أن التعليمات الملكية جاءت استجابة لملتمسات المواطنين المتضررين من ذات المشروع، والذي أنجزته الشركة العامة للعقارية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير. وأكد البلاغ أن التعليمات الملكية جاءت لإنصاف المتضررين بإيجاد حلول فورية وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقاراتهم وتمكينهم من الاستفادة من ذات العقارات في أقرب الأجل. في موضوع آخر، أحالت عناصر الأمن بالدائرة الخامسة للشرطة بالجديدة صباح أمس السبت أمام أنظار وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بالجديدة شخصا خمسينيا وفتاتين قاصرتين بعد ضبطهم متلبسين بممارسة الفساد داخل سيارة قرب مرجان الجديدة. وتعود تفاصيل الحادث عندما كانت دورية أمنية لفرقة الدراجين الميدانيين التابعة للأمن العمومي تؤمن دورية أمنية راكبة بحي المطار قرب السوق التجاري مرجان الجديدة، حيث لمحت سيارة فاخرة من نوع مرسيدس واقفة في خلاء مظلم، الأمر الذي أثار فضول رجال الأمن الذين حاولوا الاقتراب من السيارة ليكتشفوا شخصا يمارس الرذيلة مع فتاة داخل السيارة، في حين كانت الثانية تراقب الوضع داخل السيارة، حيث تم إيقافهم جميعا وإحالتهم على الدائرة الأمنية الخامسة صاحبة الاختصاص الترابي. شرق أوسطيا، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد بمواصلة العمليات العسكرية ضد قطاع غزة حتى إعادة الهدوء إلى جنوب إسرائيل، وتزامن ذلك مع مقتل 6 فلسطينيين بغارة جديدة على القطاع. وقال نتنياهو في تصريحات بثتها الإذاعة العامة أن عملية الجرف الصامد ستستمر حتى تحقيق أهدافها، وهذا قد يستغرق وقتا في إشارة إلى العملية العسكرية التي بدأت في 8 يونيو الماضي. وفي هذه الأثناء قتل 4 فلسطينيين بينهم رضيعة، وأصيب 12 آخرون بجروح في غارتين جويتين إسرائيليتين على القطاع وفقا لوزارة الصحة في غزة. آخر مواد هذا الموجز سيكون رياضيا، حيث حطمت الأمريكية الشابة كاتي ليديكي رقما قياسيا عالميا للمرة الثانية في 24 ساعة بعدما سجلت رقما جديدا لسباق 1500 متر حرة في بطولة بان باسيفيك للسباحة في أستراليا اليوم الأحد. وسجلت ليديكي 17 سنة رقما قياسيا يقل بنحو 6 ثواني على الرقم الذي سجلته في يونيو الماضي في تكساس، بعدما أنهت السباق ب 15 دقيقة و 28 ثانية و 36 جزءا من المئة. وأحرزت ليديكي 5 ميداليات ذهبية في بطولة بان باسيفيك. بهذا الخبر الرياضي نأتي وإياكم أعزائي الكرام إلى نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.